السلام عليكم. هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة وصواريخ الكاتيوشا طالت التواجد التركي في الداخل العراقي، وهذا الأمر أصبح واضحا بإعلان مباشر من قبل الصفحات الخاصة بالفصائل المسلحة العراقية المعروفة بأنها موالية لإيران، هي التي أعلنت عن هذه الهجمات بسرعة كبيرة للغاية. وأن الهجمات التي جاءت فعلا بالطائرات المسيرة أولا ليلة يوم أمس، طائرات مفخخة ثابتة الجناح، هي قد توجهت إلى هذه النقطة التي ترونها وعلى إحدى القواعد التركية الموجودة، وهي قاعدة بامرني التي تتواجد طبعا فيها القوات التركية. وبعد ذلك كذلك صباح هذا اليوم كان هنالك إعلانا من نفس هذه المصادر التابعة للفصائل المسلحة بأن كان هنالك هجوما صاروخيا على هذه المنطقة التي ترونها، وهي إحدى مقرات، كان هنالك إحدى مقرات الاستخبارات والمخابرات التركية بحسب طبعا هذه الصفحات التي تنقل جميع تفاصيل وما تقوم به الفصائل المسلحة، جاءت على جبل بخير بهذا الاتجاه. ليس واضحا حتى هذه اللحظة ما إذا كانت هذه الهجمات التي جاءت بالطائرات المسيرة أو حتى بهذه الصواريخ إذا ما كانت قد أدت فعلا إلى قتل أو جرح أي أحد أو تدمير أي مبنى، مثلا المبنى الذي استهدف بالصواريخ، ولكن هو تصعيد واضح للغاية. لماذا هذا التصعيد من الفصائل المسلحة؟ هو يأتي بسبب ما جرى يوم أمس من قضية كبيرة جدا وحادثة كبيرة للغاية، اتهمت السلطات العراقية بشكل مباشر تركيا بأنها هي كانت خلف هذا الموضوع بضربات جاءت بالمدفعية وبأربع قذائف للمدفعية بحسب المصادر المحلية القادمة من زاخو تجاه مصيف قرخ طبعا بكل تأكيد. وأدى هذا الأمر إلى استشهاد 9 من المواطنين العراقيين العرب من أولاد ومن أبناء الوسط وجنوب العراقي، وأدى هذا الأمر أيضا إلى جرح 23 شخصا. السلطات العراقية اتهمت بشكل واضح تركيا بأنها هي خلف هذا الموضوع، وهنالك سبب قد يكون مقنعا للحكومة العراقية وللسلطات العراقية وللدولة العراقية أن تعتقد بأن تركيا فعلا هي خلف هذا الموضوع بالتوجه إلى القمر الصناعي على سبيل المثال، فقط لنلقي نظرة على طبيعة المنطقة وأين تتواجد القواعد التركية والجنود الأتراك من هذا المصيف تحديدا. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة على هذه المنطقة، هنا شمال العراق الذي ترونه وهنا طبعا الأراضي التركية التي ترونها بهذا الاتجاه، هذه هي محافظة دهوك وهذه هي زاخو التي ترونها، وإلى شمالها على مسافة 15 كيلومترا يأتي المصيف الذي طبعا جرت فيه الحادثة قريب جدا من الحدود التركية بكل تأكيد. دعونا الآن نقترب من هذه المنطقة قليلا من زاخو ونتوجه إلى هذا المصيف أولا فقط لنرى المنطقة بكل تأكيد. إذن هذه هي زاخو، وبهذا الاتجاه إلى الشمال طبعا نتوجه إلى المصيف الذي تعرض إلى الضربات المدفعية، هذا هو المصيف وهذا هو الشارع الذي جاءت الصور الخاصة به من الضربات. دعونا نبتعد قليلا لنأخذ عددا من الحسابات الآن التي هي طبعا ظاهرة جدا في هذه المنطقة. كما نلاحظ هنا وبالحديث عن هذا المصيف الذي يأتي بهذا الاتجاه، فإن هنالك قواعدا تركية موجودة في الداخل العراقي أو بالأحرى نقاطا عسكرية تركية موجودة في هذه الجبال، وهنالك 4 نقاط سنلقي نظرة عليها، وكذلك هنالك قواعد قريبة بهذا الاتجاه وقواعد قريبة إلى الشرق أيضا في هذه المنطقة. دعونا نقترب الآن ونتوجه إلى هذه المنطقة المرتفعة التي تأتي طبعا مسيطرة تماما على المنطقة التي تحدثنا عنها في المصيف، وبالتالي بالتوقف بهذا الاتجاه ونلقي نظرة على القواعد. فهنالك كما تحدثنا 4 قواعد، هذه هي القاعدة الأولى وهذه النقطة العسكرية الثانية، وكذلك هنالك نقطة أخرى تأتي بهذا الاتجاه وهنالك قاعدة أخرى بهذا الاتجاه. هاتين القاعدتين أو النقطتين العسكريتين هي طبعا الأقرب إلى هذا المصيف الذي نتحدث عنه بكل تأكيد. دعونا نبدأ بإلقاء نظرة على هذه القاعدة وعلى هذه النقطة العسكرية، ثم نتوجه إلى هذه النقاط على التوالي، وبالتالي بالاقتراب القمر الصناعي من هذه القاعدة التي يوجد فيها كذلك مهبطا لدى الأتراك يستخدمونها طبعا في نقل المعدات والجنود، وبالتالي بالتوجه إليها سنلاحظ هذا هو المهبط وهذه النقطة العسكرية. نبتعد مرة أخرى ونتوجه إلى القاعدة الأخرى التي تحدثنا عنها والتي تأتي بهذا الاتجاه بالتالي بالتوجه إليها، وهي الأقرب على هذا المصيف الذي نتحدث عنه. واضح جدا بأن هنالك طبعا أماكنا ومخازنا وتواجدا للأتراك بهذا الاتجاه. الآن دعونا نذهب إلى هذه المنطقة الأخرى لنلاحظ
هذه النقطة العسكرية الأخرى. واضح جدا بأن هنالك تواجدا على المرتفعات بالنسبة للأتراك في هذه المنطقة، هم مسيطرون على هذه المنطقة منذ فترة فعلا، ويقومون بالعديد من العمليات من خلالها. وكذلك أيضا لنتوجه إلى هذه المنطقة وهي قد تكون النقطة العسكرية الأكبر. دعونا الآن نأخذ منحا آخر قليلا إلى اليمين قليلا، لنلقي نظرة على نقطتين عسكريتين قريبة من هذا المصيف الذي طبعا جرت فيه هذه الفاجعة والحادثة الكبيرة. هذا هو طبعا المصيف الذي تحدثنا عنه، هنا المناطق التي تحدثنا عنها والقواعد. القواعد الأخرى والنقطتين العسكرية هي تأتي تقريبا بهذا الاتجاه الذي ترونه، أيضا ليست بعيدة، واضح جدا أنها ليست بعيدة أبدا، المسافات يعني من 6 كيلومتر إلى 8 كيلومترا فقط. دعونا نتوجه إلى هاتين النقطتين فقط لنلقي نظرة على هذه النقاط العسكرية المهمة التركية التي أيضا تأتي على مرتفعات. لاحظ كل النقاط على مرتفعات، هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية. عندما نقترب من النقطة الثانية نلاحظ تماما أنها على مرتفع وهنالك تحركا تركيا مستمرا. الآن لنبتعد الآن مرة أخرى لنلاحظ أن هنالك قاعدة أخرى هي تأتي بهذا الاتجاه وبهذه المنطقة التي ترونها، قاعدة تركية كبيرة للغاية موجودة في هذه المنطقة. بالاقتراب منها سنلاحظ العلم التركي والمهابط، وهي قاعدة ممكن أن تستخدم في عمليات القصف والضربات. وبالتالي الآن أصبحت لدينا صورة واضحة جدا عن طبيعة التواجد التركي القريب للغاية من هذا المصيف الذي طبعا تعرض إلى هذه الحادثة. إذا نحن أمام هذا المصيف، القواعد قريبة للغاية، أقرب قاعدة تحدثنا عنها هي تأتي على مسافة ما يقارب 6 كيلومتر، وكذلك القاعدة التي تأتي على مسافة أبعد قليلا قد تكون على مسافة 6.8 كيلومترا، المسافات ليست بالبعيدة أبدا. القاعدة التركية التي تحدثنا عنها التي تأتي بهذا الاتجاه هي أيضا على مسافة ما يقارب 8.7 كيلومترا، بالإضافة إلى النقاط العسكرية التي تحدثنا عنها. وهنالك لا زال قواعدا طبعا قد هي قريبة من هذه المنطقة ولكنها أبعد، هذه هي النقاط الأقرب إلى المصيف. وبالتالي الرواية العراقية والكلام العراقي وطبعا البيانات هي لا تأتي من فراغ، التواجد موجود وممكن جدا فعلا تركيا قد قامت بهذه العملية على الأقل عندما نلقي نظرة على الأرض بهذا الاتجاه. ولكن كانت هنالك ردة فعل سريعة جدا من تركيا، واحد من أسرع البيانات، لسنا معتادين على الحصول على البيانات التركية بهذه السرعة. وبالتالي جاء بيان سريع جدا من الخارجية التركية وقالوا بأننا لسنا مسؤولين عن هذه الحادثة نهائيا، لسنا متورطين بها أبدا، بل أن أيضا اليوم في صباح هذا اليوم نكسوا العلم التركي في السفارة التركية واعتبروا أن المواطنين العراقيين بعد هذا القصف الذي تعرضوا إليه اعتبروهم شهداء، واتهموا بشكل مباشر بأن البككة هي من تقف خلف هذا الأمر، وقالوا بشكل رسمي ننضم إلى العزاء على أخواتنا العراقيين الذين استشهدوا على يد منظمة بككة الإرهابية. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كان لديه أيضا كلاما حول هذا الموضوع اليوم، وقال أنقرة لم تنفذ أي هجوم على مدنيين في دهوك بالعراق، نرفض الاتهامات الموجهة إلينا ومستعدون للتعاون مع السلطات العراقية. وهنالك أيضا سببا لتركيا الاتهام عناصر حزب العمال الكردستاني، رغم أن القواعد التركية قريبة من هذا المصيف الذي نتحدث عنه. وهذا الأمر طبعا يعود إلى مسألة مهمة يجب أن نلقي نظرة عليها. هذا هو شمال العراق مرة أخرى، وهنا الأراضي التركية بأخذ صورة واضحة الآن بهذا الاتجاه، فقط لكي ننتبه إلى ما نحن أمامه هنا بهذا الاتجاه. طبعا ستلاحظون هذا الشمال العراقي هنالك تواجد تركي كبير، ولكن أيضا هنالك تواجد لحزب العمال الكردستاني. تركيا طبعا هي قد سيطرت في السابق على هذه المنطقة وهي هاكورك، وكذلك سيطرت في السابق وأغلقت هذه المنطقة وهي طبعا منطقة أزاب، وهي منطقة مهمة بالنسبة إليهم، وكذلك سيطروا على هذه المنطقة كما لاحظنا الآن قبل قليل وتمكنوا من السيطرة عليها بالقرب من المصيف بهذا الاتجاه وهي حفتانين. بقي هنالك نقطة وحيدة هم ليسوا مسيطرين عليها، وهي كانت السبب في إطلاق العملية العسكرية في أبريل الماضي، وهي قفل المخلب. نتحدث عن هذه المنطقة وهي جبل متين بهذا الاتجاه، لا زالت طبعا بالنسبة لحزب العمال الكردستاني هم متواجدين في العمادية على سبيل المثال أو في كارة بهذا الاتجاه، هم لا زال لديهم تواجد. القوات التركية فعلا منذ أبريل الماضي حققوا بعضا من التقدم في هذه المنطقة. الفكرة التركية من العملية طبعا هو إغلاق المنطقة، السيطرة على هذه المنطقة التي تأتي باللون الأصفر بهذا الاتجاه، وبالتالي يغلقون المنطقة تماما على حزب العمال الكردستاني لكي لا يستخدم الأراضي العراقية في الهجوم مباشرة على تركيا.
تركيا كما طبعا تتحدث تركيا بشكل رسمي، ولكن الأمور بأن حزب العمال الكردستاني هو متواجد في هذه المنطقة فعلا، هو لم يخسر المعركة حتى هذه اللحظة، وتركيا الواضح مستمرة في هذه العملية منذ أبريل الماضي لأنها لم تتمكن من إغلاق هذه المنطقة. حتى هذه المناطق تتواجد ويتواجد فيها حزب العمال الكردستاني ولديه معارك في الجبال كبيرة مع القوات التركية. بالتالي كم تبعد وكم يبعد تواجد حزب العمال الكردستاني من هذه المسافات، على الأقل من هذه المسافة إلى المصيف الذي نتحدث عنه طبعا، وهو مصيف برخ الذي تعرض إلى الحادث، أو برخ الذي تحدث إلى حادث كبير جدا تهمت به تركيا بشكل مباشر، فإن طبعا هذه المسافة هي كلها تأتي 39 كيلو مترا. ممكن جدا لحزب العمال الكردستاني أن يكون خلف هذه العملية عندما ننظر على الأرض، وطبعا بحسب الاتهامات التركية. بالتالي نحن أمام تباين في الروايات بهذا الاتجاه، وكانت هنالك معلومة أو رواية أو كلاما حقيقة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المرة وزارة الخارجية الأمريكية، وعلى لسان المتحدث باسمها نيت برايس، هذا الرجل ظهر وقال بأننا نراقب الوضع، لم يقل بأن تركيا كانت خلف هذا الموضوع، ولم تقل أيضا وزارة الخارجية الأمريكية بأن حزب العمال الكردستاني الذي طبعا يعتبرونه بأنه حزب إرهابي بأنه قام بهذه العملية، لا اتهامات ولكنهم يراقبون الوضع، وفعلا إنهم يراقبون الوضع، وهذا الأمر أصبح واضحا من طائرات الاستخبار الأمريكية التي ظهرت بعد هذه العملية والضربة التي جاءت على هذا المصيف الذي يأتي إلى شمال زاخو. نتحدث هنا عن RC-135 ريفت جوينت، هي التي كانت تحلق فوق الأجواء العراقية بحسب الفلايت رادار، كما تلاحظون هنا هذه الطائرات الأمريكية وهي تحلق وتراقب ووصلت إلى هذه المنطقة. هنا الموصل كما تلاحظون واضح جدا، هذه تل عفر وهذه سنجار، وطبعا بهذا الاتجاه تأتي إدهوك والمنطقة القريبة. واضح أن هذه الطائرة الاستخبارية توقفت لتجمع المعلومات بهذا الاتجاه، وقد تكون أيضا تجمع المعلومات من سنجار، خاصة وأن لا زال هنالك تواجدا لحزب العمال الكردستاني، تجمع المعلومات وترى ما يجري الحديث عنه. وهذه الطائرة لكي نتأكد فقط بأخذ صورة أبعد قليلا من الفلايت رادار، توضح لنا بأن الريفت جوينت هذه الطائرة RC-135 كانت قد انطلقت من قاعدة عين الأسد بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه، وتوقفت بهذه المنطقة، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة بالاقتراب منها، فهي فعلا الطائرة بكل تأكيد التي نتحدث عنها. أيضا كانت هنالك طائرة استخبار أخرى أيضا يبدو بأنها تابعة للتحالف الدولي، نتحدث عن الـ ISRB-350، هذه الطائرة طبعا B-350 سوبر كينج كما يطلقون عليها، هذه الطائرة هي أيضا طائرة استخبار، كانت واضحة في الفلايت رادار بهذا الشكل وهي تحلق من الموصل فوق تل عفر. واضح أن هنالك رقابة فوق سنجار بهذا الاتجاه الذي ترونه، وكذلك ليس مستبعدا بأنها كانت تجمع الكثير من المعلومات حول ما يجري. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها معلومات ولكن لا تصريحات ولا بيانات، بغض النظر عن كل هذا الاشتباك والتشابك في المعلومات، إلا أن العراق ماضٍ في إجراءاته الرسمية تجاه تركيا. فيوم السبت وبشكل رسمي كما تلاحظون وكما صدر من رئاسة مجلس النواب، ستكون هنالك جلسة مهمة جدا متعلقة بالاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، كما جاء بهذا الاتجاه بحضور طبعا وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش العراقي لمناقشة ما يجري. أيضا وزارة الخارجية العراقية كانت حاضرة وطالبت أصلا من تركيا أن تسحب كل قواتها الموجودة في الداخل العراقي إلى أراضيها، وكذلك أكدوا على أنهم سيتخذون إجراءات دولية، قد نرى شيئا في مجلس الأمن الدولي من قبل العراق بكل تأكيد. ولكن يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، فبالنسبة لتركيا هي لم تتوقف عن عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني، كانت هنالك أنباء سريعة ورسمية من تركيا تجاه حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية بضربات مدفعية أيضا، ولكن ليس في الداخل العراقي، نحن نتحدث هنا عن الداخل طبعا السوري، وكان الإعلام بهذا الشكل باللغة التركية كما تلاحظون. ولكن المثير بهذا الأمر بأنهم نشروا المقاطع طبعا ومقطعا لطبيعة الضربات التي قاموا بها على عناصر من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية كما تلاحظون، وقالوا بأنهم تمكنوا فعلا من عملية القضاء على عدد من العناصر لحزب العمال الكردستاني وغيرها في تهيئة كبيرة جدا وفي شحن مستمر لعملية عسكرية مرتقبة في الداخل
الداخل السوري، هنالك فيتو على هذه العملية، هنالك تحشيد على هذه العملية، ولكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معروف بعناده، ومن الممكن أن تنطلق هذه العملية بكل تأكيد في أي لحظة. التفاصيل التي جاءت من تركيا بشكل مباشر وكما تحدثت من هذه الضربات المدفعية، قالت بأن عناصر البككة الموجودة في الداخل السوري، هنا الأراضي السورية كما ترون، وهذه المناطق التي هي طبعا ملونة وليست باللون الأصفر، هي مناطق السيطرة طبعا التركية أو الجيش السوري الحر. بكل تأكيد هذه المناطق كلها باللون الأخضر التي ترونها باللون الأصفر هي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، هنالك تواجد لقوات التحالف الدولي، وباللون الأحمر هي مناطق سيطرة النظام السوري، بالإضافة إلى تواجد الفصائل المسلحة الموالية لإيران وروسيا متواجدة في الجهتين بقواعد طبعا متنوعة ومتوزعة. فبالنسبة طبعا إلى تركيا، ما تحدث عنه من هذه الضربات المدفعية بأنها تمكنت فعلا في هذه المنطقة وفي منطقة درع الفرات وفي منطقة نبع السلام من عملية ضرب عناصر البككة، قالوا بأن كان هنالك عناصرا يحاولون الدخول أو مهاجمة هذه المناطق وتمكنوا من ضربهم بالمدافع وتمكنوا من قتل 11 عنصرا من عناصر البككة وطبعا وحدات حماية الشعب الكردي. بالإضافة إلى ذلك أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الطائرات المسيرة التركية عملت بشكل كبير خلال 72 ساعة، هي عملت على نقاط تركيا تحاول السيطرة عليها، هي عين العرب وكذلك تل رفعت، قامت بضربة في عين العرب كوباني ضد عناصر البككة كما نتحدث الآن، وكذلك قامت بضربة وضربتين في الأحرى على تل رفعت مستهدفة عناصر الحكومة السورية التي طبعا النظام السوري والجنود السوريين يجتمعون هنا بشكل كبير مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران التي تساندهم في هذه المعركة طبعا المرتقبة إذا ما انطلقت العملية العسكرية التركية. وبالتالي قاموا بضربات أيضا بالطائرات المسيرة، والأنباء من المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد كان هنالك جرحى بين عناصر النظام السوري، واليوم نفس المصدر أكد بأن هذه الطائرات المسيرة كانت قد هاجمت القامشلي التي تأتي أيضا مع الحدود بين سوريا وبين تركيا. وعلى هذا الأساس الواضح جدا أن تركيا تحشد، تضرب بالمدافع، تضرب بالطائرات المسيرة على المستوى السوري وتريد أن تحقق شيئا، تريد أن تستمر في هذه العملية. في نفس الوقت النظام السوري يحشد بشكل كبير، هو يحشد في تل رفعت، هنالك تحشيد في عين عيسى، وكذلك هنالك تحشيد في منبج. الفصائل المسلحة الموالية لإيران هي ظاهرة تماما بشكل كبير في تل رفعت. لماذا يحشدون في هذه المناطق؟ يجب أن ننتبه، فالعملية تريد عين العرب وتريد تركيا أن تسيطر على تل رفعت ومنبج وكذلك عين عيسى وإغلاق هذا الطريق الذي ترونه. النظام السوري طبعا يحاول منع تركيا من الحصول والوصول إلى هذا الطريق المهم للغاية، لأن تركيا تحاول الدخول على عمق 30 كيلومترا. التحشيدات التي تأتي للنظام السوري التي أتحدث عنها هي طبعا تأتي لقضية مهمة، هم لا يحشدون من فراغ، هم يحشدون لأنهم يعلمون أن تركيا أو روسيا بالأحرى لديها فيتو على العملية، إيران لديها فيتو على العملية. تركيا كان هذا الأمر واضحا من مخرجات القمة التي رأيناها في طهران مؤخرا بين تركيا وروسيا وكذلك إيران، وبالتالي هم يحاولون الاقتراب، سوريا تحاول الاقتراب. بالتالي إذا ما ذهبنا من روسيا طبعا، إذا ما اقتربنا وذهبنا إلى عين عيسى ومنبج وتل رفعت، كان هنالك توثيقا من المرصد السوري لحقوق الإنسان عن التواجد السوري وكيف أن النظام السوري رفع الأعلام السورية لكي تكون هنالك شرعية كاملة في عملية الدفاع إذا ما تعرضوا طبعا إلى العملية التي نتحدث عنها وانطلقت هذه العملية العسكرية التركية. وبالتالي بالتوجه الآن مثلا على سبيل المثال إلى عين عيسى، فالمرصد السوري حقوق الإنسان نشر هذه الصور للمدرعات الخاصة بالنظام السوري التي طبعا تجتمع المدرعات بهذا الشكل، وهنالك أعلاما للنظام السوري موجودة وواضحة ترفع هذه الأعلام. وكذلك إذا ما توجهنا أيضا إلى منبج، كان هنالك وكانت هنالك صورا حاضرة بهذا الشكل لمنبج، المدرعات واضحة، التحضيرات، التخندق واضح، وكذلك هنالك حافلات خاصة بالجنود السوريين تابعين طبعا للنظام السوري بكل تأكيد في التحشيدات. وأيضا كان ظاهرا العلم السوري وهو يرفرف مستعدا للمعركة في منبج. أما تل رفعت، ففي تل رفعت وهي المنطقة الأكثر خطورة وقد تكون الأكثر
اشتدادا في المعارك والاشتباكات إذا ما انطلقت طبعا العملية التركية. كما نلاحظ هنا طبعا العلم السوري حاضرا مع العلم الروسي وهو صغير بهذا الاتجاه بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وما ثبته عن هذه المسألة. وبالتالي نحن فعلا أمام ترتيبات استراتيجية كبيرة للغاية بالنسبة لتركيا، وقد يتغير كل شيء في الفترة القادمة على المستوى العراقي يوم السبت، وقد نرى الأسبوع القادم قرارات مهمة جدا صادرة من البرلمان العراقي وغيرها. ولكن أيضا ماذا لو أثبتت تركيا بأنها لم تقم بهذه العملية؟ أسئلة مطروحة بكل تأكيد.